تحدثنا قبل شوي عن موضوع الحكم المحلي ضمن مشروع تمكين النساء للقيام بأدوار القيادة واللي تنفذه جمعية النساء العربيات في 4 محافظات. تحدثنا بأربع رح نتحدث بأربع محاور. المحور الأول اللي تحدثنا فيه اللي هو الحكم المحلي، رح نكمل معاكم المحاور الثانية ضمن مشروع النساء القياديات اللي هو محور التربية المدنية، المرأة القيادية، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في العمل اليومي للنساء القياديات. أول شيء اليوم احنا في جلسة حوارية مع جمعية النساء العربيات ضمن مشروع تمكين المرأة بأدوار القيادي. طبعا استفدت تعرفنا على أكثر من موضوع، من هذا موضوع الحكم المحلي، مواضيع التربية المدنية، مواضيع المواطنة الفاعلة، مواضيع القيادي، وأهم شيء إنه احنا نشارك في جلسة حوارية مع الأشخاص اللي خاضوا هذه التجربة. أنا بلشت حياتي في العمل التطوعي، بعد هيك انه من خلال عمل تطوعي كل مره يعني انه انت بتجتمع وبتشارك مع اشخاص تتعلم منهم خبرات كثير. شكرا لمثل هاي المشاريع اللي بترفع من تمكين المرأة الأردنية، اللي ما زال التمكين في أول الطريق للمرأة الأردنية، وما لم تصل المرأة لمستوى صناعة القرار بالشكل المطلوب منها وبالشكل الصحيح. استفدت من هاي المشروع، عرفت واجباتي، عرفت حقوقي، مشاركاتي كانت أكثر إدراك في كل مرة بشارك فيها، كان في أكثر إدراك من المرة السابقة اللي كانت موجودة فيها. المحور الثاني من حديثنا عن التربية المدنية، التربية المدنية هي مسؤولية من؟ إذن التربية المدنية هي عبارة عن عملية توعوية تثقيفية تهدف إلى إكساب الأفراد معارف حول ماذا؟ حول الموضوعات اللي أنتوا تفضلتوا فيها، تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان، تتعلق بمفاهيم ممارسات الحكم الديمقراطي وآليات تطبيق الحكم الديمقراطي، تتولاها المؤسسات الأهلية والحكومية. قامت جمعية النساء العربيات مشكورة دائما بعمل ورشات عمل للنساء حتى نتبادل الخبرات ما بيننا، بما أنه عضو فعال في المجتمع اكتسبت كثير خبرات من خلال تجارب الآخرين. النساء مشكورات، يعني كلهن سيدات، كل واحدة لها دور فاعل في مجتمعها، لها بصمة زي ممكن نحكي بصمة فعالة في المجتمع، فأنا بكتسب الخبرة، كمان غيري بكتسب خبرة مني، ممكن يعني في نظرة أو زاوية مش عندي مظلمة وسعت لي إياها أكثر. استفدت كثير، انا صار عندي فكره بالمجلس المحلي وعن اللامركزيه، ما كناش نعرف ايش يعني شو كانوا يشتغلوا وشو شغلتهم بالبلد وهيك، حتى على مستوى انتخابات نحن ما شاركنا ابدا، يعني ما كنا نعرف انه هذا شو في شو ممكن راح يفيدونا وهيك، فصار عندنا فكره وخلفيه كبيره عن الموضوع وطلع لهم دور كبير كثير بهذا المجال.